يَا عَيْنَ فَيْضِ اللَّهِ وَالْعِرْفَانِ يَسْعَى إِلَيْكَ الْخَلْقُ كَالظَّمْآنِ يَا بَحْرَ فَضْلِ تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسبان يبقون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوة الهجران وأرى القلوب لدى الهناجر كربة وأرى الغروب تسيلها الليلان يا من غدا في نوره وضيائه كالناجرين ونفر الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى واشجع الشجعان إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان وقد اقتفاك أولو النهى وبصدقهم وذو تذكر معهد اللوطان قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان قد ودعوا أهواءهم ونفوسهم وتبرعوا من كل نشب فاني زهرت عليهم بشنات رسولهم فتمزق الأهواء كاللوصان
في وقت ترويق الليالي نبهر والله نجاهم من الطوفان قد هازهم ظلم الناس وزيمهم فتثبتوا بعناية المنان نهبا لئام نشوبهم وأقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الليقان والإيمان قاموا بإقدام الرسول بغضبهم كالعاشق المشغوف في الميدان فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريق كالقربان جاءوك منهوبين كاللريان فسترتهم بملاهف الإيمان صادفتهم قوما كروس ذل فجعلتهم كسبيكة اللقيان هتنسنا بر كمثل حديقة أذ بالموارد مثمر الأغصان عادت بلاد العرب نهب نزارة بعد الوجا والمحل والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن شيئان كان القوم ينفي حسب الوقار وكثرة النسوان أما النساء فهرمت إنكاهها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت دست
أسكرت المدام مخربا وأزلتها نتها من البلدان. كم شارب بالرشف دننت فيها فجعلته في الدين كالنشوان. قم محدث مستنطق الليدان قد صار منك مهد تسر الرحمن. قم مستها من للرشوف تأشكا فجذبتهم جذبا إلى الفرقان. أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان. تركوا الغبوك وبدلوا من ذوق ذوق الدعاء بليلة الأحزان. قانوا برنات المساني قبلها قد أهسروا في شحها كالعاني. قد كان مرتعهم أغاني دائما تورا بغيد تارة بدنان. ما كان فكر غير فكر غواني أو شرب راه أو خيال جفاني. كانوا كمشغوا في الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران. أيبان كان شعارهم من جهلهم هم كالحمار ووسبة السرحان. فطلعت يا شمس الهدى نسها لهم لتزيهم من وجهك النوران. أرسلت من رب كريم مهسن في الفتنة السماء والطغيان. يا للفتى ما حسنه و
وجماله رجاه يسبي القلب كالريحان وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان فلذا يهب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأغدان سجه كريم باذل خل التقى خلق وفاق طوائف الفتيان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي الأسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والتل قد يبدو أمام الوابل فالتل تل ليس قد تحتان بطل وحيد لا تتيش سهامه ذو مسميات موبق الشيطان هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قد ذللت لجناني
ألفيته بحر الحقائق والهدى، ورأيته كالدر في اللمعان، قد مات عيسى متركا ونبينا، هيا وربي إنه وفى. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قائدا بمقاني، ها إن تزنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان، أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان؟ انظر إلى القرآن كيف يبينه، أفأنت تعرض عن هدى الرحمن؟ فأعلم بأن العيش ليس بثابت، بل مات عيسى مثل عبد فاني، ونبينا حي وإني شاهد، وقد اقتطفت كتائف اللقيان، ورأيت في ريعان عمري وجهه، ثم النبي بيقظة لاقاني، إني لقد أحييت من إحياء وهن لإيجاد فما أحياني، يا رب صلي على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا سيدي قد جئت بابك لاهفا، والقوم بالإكفار قد غذاني، يفري سهامك قلب كل محارب، ويشج وزمك هامة الثعبان. لله درك يا إمام العالمين، أنت السبوك وسيدك
الشجعاني انظر إلى الجب رحمة وتهنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا هب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يسعى إليك الخلق كالظمآن.